وبعدين زعلانة منك. وقته مفيدة؟ اه وقته، هو وقته. تعالي بس. يوه، مش تعرف انا زعلانة منيه الاول؟ انا هنعرف. بقول لك ايه، اما كنتش تقعد تسمعني وتعرف انا زعلانة منيه ملكش قاعدة معي. ما تسمع كلامها يا حسن. جننتي؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ عايزاك بعدين. لا دلوقتي مش هينفع. مش هينفع ليه؟ روح شوف عايز ايه يا حسن. قدامي قدامي. ادخلي رضع الواد. كل من بدري نايميه. استحمى ونامي يا حسن. يعني ايه يا ريتاش؟ يعني هي قفلت في دماغي النهارده يا حسن. مش هسيبك يعني مش هسيبك. ريتاش ما تخليش دماغي تقفل عليك. ايه مالك في ايه؟ ما تمسك نفسك شويه. امال لو كانت ست بجد كنت عملت ايه؟ ست؟ لا انا من ناحيه ست فانا ست السته. ولا ايه يا حسن؟ صلى على النبي. ولا ايه يا حسن؟ اتلمي، ده انت فرده شبشب على عشم الرجل. هقول ايه غير الضراير؟ لازم تقولي كده. انا فاهمه، معدتك لافة على بعضها وسرانك لعور عمال يحمي ويبرد زي بابور الجاز. ضراير؟ ضراير ايه يا مزيتة انت؟ انت يا بنت هتعملي راسك براسي ولا ايه؟ ريتال خف شوية مش كده. سيبها يا حسن. قولي، انا عايزاكي تقول اكتر. اقولك انا عايزاكي تجيبي اخرك عشان نارك تبرد. ما تاخدش في بالك انا مش زعلانة يا حسن. عجلة. عارفة انا هعمل فيك ايه؟ هعلقك من رموشي. مش عيني؟ انت واخده بالك انه ما احلى حاجه في؟ اقسم بالله العظيم لو ما اتلمتي لطلع زمرت رقبتك في ايدي. خلاص يا ريتال. سامعاني ولا لا؟ ريتال هاجي معاكي، قلت لك خلاص. طب يمين ثلاثه لو رحت معاها يا حسن ما انت مجرب لي تاني. خلاص مفيده هديها المره دي. وحياه اللي خلقك، ان ما كنت تديها بالشبشب على بقها البت دي لكون واخده عبد الله وماشيه ومش هتشوف لي طريق. جرايا مرضتي وهي، هو انا مش مالي عينكم؟ هقول ايه؟ ما انا غلبانه ماليش ظهر، تعملوا فيا اللي انتوا عايزينه. بس انا ليه يا رب؟ هو لا ياخد لي حقي. خد لي حقي يا رب. يا رب خد لي حقي. البت دي تتربى. حاضر. وقدامي. عيني. لازم تعرف ان انا ستها وطاج راسها كمان. ايوه كده. يلا تعالى اتفضل. حسن ايه؟ حسن ماشي يا ابن جبريل ماشي. عملت لك كم حمامة كده عشان تفطر؟ هفطر حمام يا مفيدة؟ أيوة. أمال إيه؟ انت بتشجى وتتعب، لازم تتغذى زين. تليفونك كان عمال يرن. آه كنت عامله سايلنت. آه صامت صامت يعني يا مفيدة. طيب ما تشوف مين؟ شمس كلمتني كتير، ربي يكون خير. أيوة شمس خير، في حاجة؟ والله انا كنت عايز اعمل كده من غير ما تقول. اه طبعا هجيبه عشان تشوفه، ولو اني كان نفسي هي اللي تيجي وترجع البيت تاني، بس كل حاجه تتحل قريب ان شاء الله. ماشي ماشي يا شمس، مع السلامه. على فين؟ هم عايزه اشوف عبد الله. طب والحمام؟ خليلي الليل. يا ريتال هتسيبك تلاقيها ده بحالك بطة. بس يا انا يا هي. صباحين بركة يا عريس. الله يحفظك. على فين؟ امي كانت عايزة تشوف عبد الله. ماشي، خد لك دش كده وروق نفسك وبعدين نبقى نشوف. اه ما انا كنت هعمل كده. بس هو مين قالك بقى ان انا هدي عبد الله لامك؟ يعني ايه؟ يعني مش هبقى مستريحة، قلبي مش هيطاوعني. اقول لك على حاجه، اديها عبد الحكيم على اللي قالها يبقى حنان على قلبها. ريتال
ريتال يا حبيبتي، انت بنت اصول، انت عبد الله الحسن يوديه الكبريه، ما هي برضه يا بنتي جدته ولازم تشوفه. لا يا كريم، انت نسيتي عملت ايه فريده؟ اخص عليك يا ريتال، انت برضه بتصدقي الكلام الفارغ ده؟ دي جبريه، دي نسمه. نسمه قولي لها يا حماتي. ما انا بقول لها اهو. طب بقول لك ايه رايك يا حسن لو خدت ريتال وعبد الله ورحت الجبريه؟ لا لا لا، تيجي فين؟ هي خليها مستريحه وانا هاخده نص ساعه واجي على طول. ايه ده يا حسن؟ هي جبريه قالت لك ما تجيبش ريتال؟ شفتي؟ عشان تصدقيني. ما جلتش حاجه والله، انا بس مش عايز مشاكل يا حماتي. واحنا يا ابني اللي بنعمل المشاكل؟ لا لا، عيب عليك كده، هزعل منك يا حسن. طب بقول لك ايه؟ ايه رايك لو انا خدت عبد الله وجيت معاك عند جبريه؟ زي ما بقول لك كده، انت واعيه للكلام اللي بتقوليه ده؟ ان شاء الله اموت. يعني صح الحاجة سميره عايزاني لولدها؟ اه، بس هي يعني قلقانه. قلقانه من ايه؟ قلقانه منك، خايفه يعني تقولي لا لك منه كان متجوز ومخلف. هو انا يعني مفروض اقول له لك منه يعني كان متجوز ومخلف؟ بس ما خلاص مرته ماتت، وبعدين يعني هو كان هيعيش كده؟ ما من حقه يتجوز تاني. خلاص هقول لها. لا تقولي لها ايه؟ اوعي تقولي لها ان انا قلت كده. امال اعمل ايه؟ انت تقولي لها ان انت عماله تفكري ومش عارفه تفتحين ازاي في الكلام، وتجيبيها شمال ويمين وفوق وتحت عشان يعني تعرفي كيف تفتحي معايا الكلام ده. حلو الكلام. وتقولي لها كمان ان انا كنت رافضه خالص اكمنه يعني كان متجوز ومخلف قبل كده، وانا يعني لسه ما سبقليش الجواز. زين هقول. وقولي لها كمان ان انا وافقت بعد ما زنتي عليا وقعدت تقنعيني. ها؟ من غير ما تقولي انا كنت حامل كده. بس وعي الكلام اللي هتقوله لها ده يخليها ترجع في كلامها. لا، هما هيلاقوا في جمالك فين وحلاوتك فين. بس عايزه اقول لك الراجل حلو وبيض ولسانه بينجد سكر. ايوه ايوه يا بنت فاكراه. بس قولي لي، هو لسه حلو كده وشدد حاله ولا عجاز؟ ولا يهمك. اقول لك انا يا بابا رايي بعد كل اللي حصل ده، احنا لازم نرجع احسن من الاول 100 مره، ولازم الدنيا كلها تعرف ان احنا هنرجع تاني ملوك السوق. وعمي ده لازم يفهم ان كل فلوسه دي ولا ليها اي لازمه يا بابا.